مناسبة بلاران ايا لو قبان ايا دفعة افراد حفتيقا قرانجا كريم كي براشادا علوم تا قرانجا كريم كا كاقلين تبسي مركز كا سلطان اي حافظة تكتغير مقالة دار جيسا مناسبة دانو سمي قام كي دوادو سريسو لوسو اغا سمي سلمركانا ساكا كا قبسون تا هوتال برار مقالة دار جيسا ايا مناسبة دان وحسو بوحدا في علماء الدين وحقرد اقويانو اي ولما مرتيان لسوكو بكرين كواسو اي كم دهايين شيخ حسن تابر شيخ شعبان عبد الله آدم شيخ محمد شيخ اسماعيل شيخ محمد علي بيحي يمرت شرف أهل سوكو بكرين وحانا مضاشن فريس لمركة أنا فافاين دايرا ذا كبحيي مامولها مركز كسلطان مامولها عبد الله عبد حسين كاسو كور بحيي قلين تبين تسديد يطبان كاردي إما تكا قلين تبين هي قيباء كلا دوان وككوبين هاي مركز كسلطان يولي بدف عدنا فراد وحانا مامول كاذا الذي سكم إذاها ما أنت وحن وفرنا قرين كمينتي سند لها أهي يا مركز السلطان تفعدي سي مركزي أفراد مركز كان وحا مركزي لا أساسي سند مركزي هاي كودي بشي تضبط لبكن إيا لبي إيا لباتن وحا مركزي مركز كقلين كبيي أردي مركزي ترودو دو أي قاعد يسو دور إيا مركزي سيديتن أردي أو مركزي سكوغو جرا قراءاتك إيا مركزي برواية حفص عن عاصم مركز كواحا لغوردك تا قرآن كريم كا قيبي سكال دوان حفظك قرآن كريم كا إيا تصحيحة إيا عرضك إيا قراءاتك يا متونتم وحا مركز كمركز معلم كا اما مركز بركه الشيخ الدكتور محمد عزت الخجا وحا مركز مركز كا ما كا مركز معلم وقابل سن قيبت قراءات كا يا قيبت اجازات كا شيخ محمد عزت الخجا ومركز سنة كيسو مركزي عالي هاي قراءات كان مركزي كقاتي علماء مركزي كالدوان أو فربضان مركزي كقاتي أردي دي قيمة بناية كسعوتي مركز كسلطان أيا انتي مناسبة دو سعوتي سو بندقاي بندق أقون إذي كالدوان يوليبا أقون تا كالدوان يكسو قاتين كذا مركز كوغني وحان أردين إن بندق أقون إذكو دي كم إذاها مسؤولين تي قيمة بناية مدرشاني كسو قيب غلاي كم إذاهاين علماء الدين وحقرد أقويانو والدين يوليبا مرتشرف أن لسو كوبي كرينو كم إذاها شيخ حسن تابر شيخ محمد شيخ اسماعيل شيخ شعبان يوليبا شيخ محمد علي بيحايا كلمة مناسب كوا كسو تيدي قلين تبنتا لقول ليهري قلين ايو دفع دا أفراد دا دا يرى صوحف تدي قيباها كلا دوانا قراءات كا قرآن كريم كي وليبا صدق تيسا قرآن كريم كا وحانا مسؤولين تن هذا اللدو دي ليهري قلين توي كم إذاها أدعوكم للخروج عاما واحدا أيضا في سبيل الله لتنالوا إجازة بالسند العالي وتقرأوا ختمة في القراءات العشرة بطريقة المحققين والمحررين طريقة الجمع بالآي طريقة الشيخ السلطان وهذا السند والسند العالي إذ ليس بيني وبين الإمام الحلواني إلا شيخي محمد سكر رحمه الله وشيخه محمد فايز الديرعطاني رحمهم الله أجمعين قرآن كوانولل إلهنا هو التلمامي وكذلك أنزلناه إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان نولول قفك دون يو عليك بالقرآن نولول الدنيا كنولول آخر دون يو عليك بالقرآن قفك دون يو إن شرح الصدر إنه فرحوه لابتو بلارناتو إن نولول واسع وترمو عليك بالقرآن والشفاء والدو وحويا كحفظي ينا دقير كبا ودافيا كي كلنا واخري يا او كو تدبر يا او كو عمل فلايا انت بي الله هو رفعنا يا وحو كو رفعنا يا كلامك الهي بكد لعسيني قران كا حفظ ذا هدا حجوم بيد كل غنيا اذن ما فعيا بدليل قول الله تبارك وتعالى
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كلامك وعن حق السراء يا الله هذا، لكن وحق الدولة أو رفعية وعملك صالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. كقرآن كمان تحفظ ذين سيو إذن كنا يدين أنفعه أنا جنا نوع أنفعه عدي إذن برتين أو أنفعه قرآن كاسها إذن نقضه دليلها إذن نقضه إفتينها إذن نقضه الحق يباطل ككوجل جرتان قبائل كبتان ك أفغانستان يا باكستان حكده جا يا وحيدا قنول ليهن وقبائل كم بذا قبلها هذا مسيان إلا أن حافظ قرآن موي قبيل كان إنك كذا شيء سكلا بهديون قرآن كأوبرا وحبك جحدا جورك قبل دابك جحدا هداد حيل الدوني قرآن كأكتشوك متى وحينو آدي آدي قد عين إنا ضدك السبب توا هاي نسكن ما عدنا هداي تهاي وعليه أساسي يا دي أي تهاي أرض القيمة حبدا مجازين تهاي مجازات كا يا معلم كوين إله سبحانه وتعالى أصخري إنه أردد إجازة السيوم وحا أنا وأن هذا الكيغة كوكا بقبين ياون إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله تبارك وتعالى وطرفه الآخر بأيدينا فتمسكوا به فمن تمسك بحبل الله تبارك وتعالى الذي هو القرآن نجاه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة مرلما ضحن ما حضنقيا الشيخ محمد الدكتور شيخ محمد نكا إنه يمد الشيخ عالم كا القطب دي سكيا بيسي أي وذا الدعاء هاي أي وذا القرآن كاي وحقوق وحقوق قطب ديني القرآن أف قرآن بحقوق قطب ديني أو أن وذا فهم إن هذا ده مانتين الشيخ خنوا حله الشيخ محمد الله كعب المريو انتاس او اشقيسي انغنا وينا فعي دونتا اديغ رسغار كو فعي دونتا جزاك الله خيرا شهاده غو شرط مدد ما قادته ما لا يهردات هدا شهاده لبخيو وها او قاريسان او غو سميسات الهي بخيو وها نو سيي نبي محمد عليه الصلاه والسلام وانك لعلى خلق عظيم شهاده داسو سيي إلهي نبي محمد وحوينا كات القرآن القرآن كان وزن دشيء يكون إلهي نبي محمد شهادة داس هذه إن القرآن القرآن كي برنو مين شهادة وحول هاي ها وين كنا أنا إن شهاي قموع هاي نين عن قبي قرمي ياي بل سمركي عن قرآن مغلوح بإقاضاي وقول الله هي كلامات قروين جبريل با كسو قاد يا قرض لا انتي قمنا ورسول كان بو قنغو كان عليه الصلاه والسلام وسو قاد يا ويمي اهل قريش هذا قار وي قاتن قارنا وي قلبت بيلين كوي قات قيمه وين بي هلان واد قال يها ايغو قرفدن جوغ بي شنادا قصر كوي أشين كوي قلافين الدبادات وي قلبت بيلين قيمة هودا دعو النار تي قرال كوي أشين قرني غني نجوغن الدوني دو واقعيب اللباداس قفكي قرآن كبرتا مجر الروح لقيمي قايه سوحو قارا يا قارا دا إدل قاني وي قلب بوحو حيبت قروح ويني قعمر كات كوسي سو اندها و قنعنياي قاري وي قولكي علنا و قرقريا واجب هدي لا قيمه اسغ و قدمياي استو قع هدو انغا سيي مود وين قدميناي قف هدي قران لغو اخري قاري وي سغه قبيل هدي لغو اخري ينا وي سغو قوره qar kastood ka eegto dunida qiimo way sage ehelki qadirkeenu noqdo quriya maankii qiimaha waalidku garanaya waa qof qowl wacane war quraanka bartay ma jiro shay la qiimi waxaan doonayaa inaan aad iyo aad maxaan ku raadaa ugu mahad celiye ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr badan hasiyo wadankay ka timi loo yaqaan norway
dhowr bilood ka hor baan joogay reer Norway xiriir wareegsan baan u leenahay xiriirka yagina imika uu sii wanaagsanaan doonaa markaan sheego aan idhaahdo Sister Yasmin Suleiman iyo markaskii qiimaha badnaa ay ka aasaastay magaalada Hargeysa iyo khayrka badan ee ka socda insha Allahu Ta'ala waan gaarsiin doonaa reer Norway biidnillaahi Ta'ala iyo reer maxaan ku raadaa UK ba meel kasta insha Allahu Ta'ala aan tagaba waxaan aad iyo aad sidoo kale ugu mahadcelinayaa الدكتور الفاضل دكتور محمد عزت جزاه الله خيرا إن الله سبحانه وتعالى وينو كان الدكتور كعالم كأه ومحان كوين هذا القرآن كإجازات كان إنو أركا إنما أنت ما شاء الله سبب واه إنو ما شاء الله هل كان إنو كأه إنو أرضي ذا يركوس إنو أستغر آدي أدبا نقوم هاد علينا يا ونانت كي مناسبة داني مركي لسو غاري وحام مناسبة داني لما موسي كدوا سيدي ديو طبان كاردي سكو تشري قبدا يو ويلل كوا سو ما تكا قلن تبيه قيبا كلا دواني علوم تا قرآن كريم كي وليبا حفتيغا قرآن كريم كي مركز سلطان مقالة دا هرغيسا ويب سريان ورباهين تنولوش اسلام كا هرغيسا